السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا حلقة جديدة عن عملة نوت كوين، هذا اللي مسوي فعالية وتجمع كبير، يعني بالمختصر ميم كوين، مشروع قوي، يعني مو ذاك الأهمية اللي كان عند المحبين العملات الرقمية، لكن اليوم شفنا بتطور ومن المتوقع يعني انه يكون عنده فعالية قوية مثل ما حصل بالدوتش كوين او البيبي. نحاول نواكب الحدث ونشوف شنو اللي يصير. اوبن، خلي اشوف شي يطلع لنا. كونكت والت، اوكي كونكت ويوث تليجرام، اوكي ما عندي مشكلة. كنك ويوث تليجرام، كونكتد والد، ها هي باك تو كوميونيتي، الرجوع الى التجمع. انا يقول لك جيد، خلنا نشوف شو راح ينطينا. ضغط بس اكسشنج والد ان تليجرام، ليفل اب تو ارن مور، stake your balance for 30 days. Okay. Special offer to get silver level. تمام، يقول stake يعني استثمر لمدة 30 يوم. المرحلة الثانية هو مرحلة السيلفر. عندهم مراحل يعني، حلو. حلو حلو. اوكي خلينا نشوف شنو عندكم بعد. Explorer and Earn 4 مراحل، Bronze, Silver, Gold, Platinum. جيد، عبارة عن شراء مراحل. لحد هنا أنا ما عنده مشكلة. هنا أنا مكتوب Mine Not Coin، يعني تعدين العملة. هو هذا جوهرة الحديث اللي عندنا. Restart to see Not Coin Claim is available. Be ready for next adventure. الظاهر أنا مسوي عندي أول مرحلة مسوي، بس ثاني مرحلة بعدني. جيد خلنا نشوف انا ايش يقول صفحتهم الرسميه. يمكن استكشاف نموذج مناسب للربح الجديد من مستخدمين نتكوين بكسب النقطه اثناء الاكتشاف. يعمل الامر على الحصول على اوراق ماليه نقدا من السوق. ده جيد. بروجكت احتراق انت نوتشر نموذج استكشاف. جيد الى حد ما. برونزية والفضية والذهبية مواكب التقدم كانت مستوى السيارات النوع السادس عرض قبل 16 من الزياد. جيد. عرض خاص قبل الإدراج، قم بتخزين رصيد قبل 30 تقييته وإمكانية الوصول إلى حملات كبيرة مثل ضد مساحة ربما لا شيء. أوكي بالنسبة للجولة الثانية. conform staking number of node I conform. جيد اضغطنا على conform. great. congratulations you are silver. اصبحنا silver. great. اوكي صارنا silver وكل شيء ما حصل. كل شيء ما حصلنا. نضغط القائمة نشوف شنو اللي يطلع لنا. شو ستارت، هنا نستارت شي يقول لي المرة لازم. اوكي ريديم، ريديم يور فوتشر، كونفيرت فوتشر تو يور نوت كوين بالانس. اوكي بس
ما اعتقد عندي فوتشرات. لا فوتشر ما عندي. من تحصل فوتشرات تقدر تجي هنا. أنا جيد. show my profile stage. your squad to five for rank referral links. جيد خلينا نشوف الريفرال شنو. اعطاني الرابط اللي حاله مال الريفرالات. التوب 15 شنو عندنا؟ بوت عليه ضغط هواي كلش هواي. ولهذا ما ادري يفتح اي شيء. يعني how to play play. هذا هو البلاي. تضغط عليه هنا وتجمع نقاط. يعني بسهولة تجمع نقاط منه وبعدين تروح على مكان الفاوتشرات او الستيج سيلفر اللي شفناه قبل شوية. طبعا انا شخصيا نزلت قبل فترة هذا و ما حبيت انزله على البرنامج لان يعني شفته سخيف فعليا. هسه الظاهر عليه تجمع قوي ويصبح يعني من ضربات الحظ او المحظوظين يقدرون يعني يجمعون منه نقاط. بس احنا جمعنا هالقد. You have tapped 49. Congratulations. Tipping finger. أعطاني سبق أضاف كلوتي. هذا شنو؟ Voice. They are just voice down anyway. Okay. أها. التارجت اليومي 1000. أنا حصلت على 49. Next. وهنا أنا تضغط عليه climb. Continue. وضحت وضحت وضحت. جميل والله يحب الجمال. تضغط على القائمة تنزل على how to play ومن ثم play ومن ثم تقدر تلعب. التارجت اليومي الخاص بيك 1000 ضغطة حد ما تعبر مرحلة. ما عندك شي وقت فراغ انطي له 5 دقائق 10 دقائق. 1000 نقطة عشان كل شي. حيل سهل حيل سهل. أصدقائي الأعزاء لهنا أنا نهدي من وقت اللعبة. وقت الفيديو طول. أتمنى أن تستفادون من الفيديو وتقدرون تتابعون مجاني وإن شاء الله تستفادون من عنده. شكرا جزيلا لكم.